فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هنا يطرح القارئ المتفكر سؤالاً، لماذا اختار الخالق العليم غراباً من بين كل الكائنات ليكون المعلم الأول للإنسان في دفن موتاه؟ إن وجود الغراب سابق على وجود الإنسان ب55 مليون عام، ومن الطبيعي أن يراكم الغراب في جيناته خبرات هائلة تتوارثها أجياله إلى اليوم، ولكن هذا ليس كل شيء. وجد العلماء أنه من بين 10,000 نوع من الطيور على الأرض يتميز الغراب عنها بأكبر حجم لنصفي المخ، هو أذكاها على الإطلاق. يستخدم الغراب ما يتوافر حوله من أدوات لتناول الطعام، كما يصنع أدواته الخاصة. ولكن أن يستخدم أداة لتناول الطعام فهذا أمر، أما أن يستخدم أداة للحصول على أداة أخرى أكثر ملائمة للغرض المطلوب فهذا أمر آخر. يبني أعشاشه وفقاً لظروف المكان، يرطب طعامه، حين يسقط ثمرة الجوز العصية على منقاره لتكسرها له السيارات يختار الارتفاع المناسب كي لا تتحطم وتتبعثر عند سقوطها، يراقب إشارة المرور ليتجنب الحوادث. يتساوى ذكاؤه مع ذكاء الأطفال والشمبانزي. لهذا بعث الخالق العليم غراباً. كتاب لا تنقضي عجائبه.